وجهت الفنانة السورية لورا أبو أسعد رسالة إلى نقابة الفنانين السوريين، اقترحت فيها مبادرة تهدف لدعم الفنانين والممثلين القدماء العاطلين عن العمل، وقالت: بقترح على النقابة إنشاء صندوق خيري بيجمع التبرعات من الفنانين الراغبين بالمساعدة أو الأشخاص اللي بيمتلكوا قدرة مادية لدعم الفنانين اللي ساءت ظروفهم بسبب شح العمل. وأشارت إلى أنه عدد كبير من الفنانين عم بيواجهوا اليوم ظروف معيشية صعبة، وذلك بسبب عدم طلب المخرجين لألون وشح الإنتاج، مثل حنان اللولو. معلقة: حنان اللولو خرجت عن صمتها، لكن لكتير غيرها عم بيعانوا بصمت. علقت الفنانة رباب كنعان على تداول صورها على مواقع التواصل الاجتماعي بطريقة اعتبرتها مسيئة ومشوهة للحقيقة على صفحتها الشخصية بفيسبوك، مؤكدة أنه اللي قام بتصويرها قام باستخدام تقنية ديستورشن اللي بتقوم بتشويش الصورة، قائلة: إن شاء الله يكون مبسوط يلي أخذ لي صورة من مسافة قريبة يلي معروف خلالها بيصير ديستورشن بفن التصوير. وأضافت: الديستورشن هو غالباً نتيجة متعلقة بهندسة العدسة وبإمكانه تشويش جودة الصورة بشكل كبير. عم تستعد الفنانة السورية أصالة نصري لعرض فيديو وثائقي قصير بيتناول بعض جوانب حياتها الفنية والشخصية خلال جولتها الفنية اللي بتنطلق من مصر، ويشار إلى أن الفيديو القصير رح يعرض على المسرح قبل ما تبدأ أصالة بالغناء، وبيتضمن مقاطع مصورة على طبيعة علاقتها بعائلتها وبعض الأزمات اللي مرت فيها، بالإضافة إلى كواليس تسجيل أغانية وبروفات وتجهيزات حفلاتها الغنائية وأسرار بيعرفها جمهورها عنها لأول مرة.